صباح الخير والسعادة والأمل على حضراتكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير. عيد أضحى مبارك علينا جميعا. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم من دار الإفتاء المصرية عن أحكام أيام التشريق، لكن خلينا في البداية نرحب بضيفنا الكريم دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. دكتور خالد، برحب بك. أهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. في البداية نوضح للمشاهدين ما هي أيام التشريق، سبب التسمية، ومتى تبدأ؟ التشريق كلمة معناها واتخذ من الشرق. نعم. أو الشروق. شروق. الشارقة أو الشروق. العرب كانت في معتادة أن هي تعمل وسيلة ما لحفظ اللحم. اللحم طبعا منى بيذبح فيها الهدي. صحيح. وكان قبل كده وسائل حفظ ذبح الهدي مختلفة شوية. نعم. الأيام دي. نعم. الوسائل تطورت وكذا والحمد لله، لكن قبل كده كان بتذبح الهدي، فعلشان الهدي ده كتير محتاج اللحمة تحفظ. صحيح. فاللحمة تحفظ ازاي؟ كان أحد الوسائل وموجودة بعض الناس بتستخدمها في بعض الأحيان، يعني إنه يحفظ يحطها في الشمس لحد ما تذهب رطوبتها فتجف في الشمس ناحية الشرق، يعني أو ينتظر فيها شروق الشمس. نعم. شروق الشمس أو في ناحية الشرق عشان تستقبل أشعة الشمس. نعم. فاللحمة أو اللحم متجه إلى الشرق ومنتظر شروق الشمس، فهنا خدوا أيام الثلاثة دي اللي بيحصل فيها الكلام ده قالوها أيام التشريق، علشان العملية اللي بتحصل في هذه الأيام اللي هي أيام الثلاثة اللي بعد أيام العيد، بعد يوم النحر، أصبحت. نعم. لغويا من ناحية اللغة العربية هي أيام التشريق. نعم. وهي أيام منى. صحيح. اللي فيها مناسك منى أو المبيت في منى كجزء من مناسك الحج، واللي بيعمل فيها بيرموا فيها الجمرات على مدار هذه الأيام، فهي. نعم. أيام التشريق وهي أيام منى. أيام منى وأيام التشريق. نعم. نعم. هنا ماذا يفعل الحاج وماذا يفعل غير الحاج في هذه الأيام؟ هذه الأيام بتأتي طبعا بعد يوم العيد، ويعني غالبا ما يكون الحاج تحلل أصغر. أصغر. نعم. يعني إيه تحلل أصغر؟ إحنا عندنا مجموعة محرمات على الحاج. نعم. لا يرتكبها في أثناء الإحرام بالحج. يجي بقى لما يتحلل تحلل أصغر بعد ما حلق وطاف وذبح، فعل حاجتين من الثلاث. نعم. حاجات دول، هيؤذن له بالتحلل الأصغر. الأصغر. يقوم بقى تتحل له، يبتدي يلبس المخيط. يعني اللي عايز يلبسه يحط الطيب، يبتدي يحلق. هنا سؤال، يعني سواء على الحاج أو غير الحاج، حكم الصيام أيام التشريق حرام، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. قال أيام منى أيام أكل وشرب، فخلاص ما ينفعش فيها الصيام. وذكر لله سبحانه وتعالى ما ينفعش الصيام. ليه؟ ما هو ده أصل إحنا في العبادة. العبادة ده أمر تشريعي وأخداء، يعني مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسواء تعرفنا بحلال أو حرام، دي مصدره الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيام آل منى أكل وشرب، وبعدين كلمة أكل فيها رمزية برضه، أكل وشرب ده إن إحنا نسد احتياج الجائع في الأيام دي. نعم. هو يعني مش من سلوك المسلم، مش من خلق المسلم إنه أكل لوحده، ولذلك إحنا إطعام الطعام. على فكرة وده مهم برضه ننبه المشاهدين عليه، إن لا زال وقت الأضحية مستمرا خلال الثلاث أيام التالية. خلال الثلاث أيام دول لا زال وقت الأضحية مستمرا. نعم. يعني إيه زال وقت الأضحية ده؟ إحنا في ناس معتبرة إن لو ما طلعتش من الصلاة بتاع العيد وذبحت وبعدين بما ينتج عنه الزحمة اللي بتبقى عند الجزار والكلام ده، في ناس تعتقد انه لا كده مش هينفع. لكن ايام العيد مستمر فيها، مستمر الفرصة فيها، وممكن نأجل الجزار او كنا نأجل الجزار الى هذا اليوم لحد اخر ايام غروب وشمس اخر يوم من ايام التشريق.
بس هنا في كلمه واحنا بنتكلم عن التشريق وشروق الشمس، في ناس ممكن من الاسئله الكتيره بتبقى موجوده ان لو الايام الثلاثه بتوع العيد مستمر فيهم ومتاح فيهم الاضحيه، هل ممكن بالليل يضحي بالليل؟ بالليل امتى؟ في الثاني او ثالث او رابع يوم؟ لحد اخر كل الوقت ده متاح، من اول ما طلع صلى كله متاح لحد كله ليلا، مش مرتبط بالنهار مش يعني، مرتبط لحد غروب اخر شمس يوم التشريق. غروب الشمس دي كده دخلنا في اليوم الخامس، او دخلنا خرجنا من ايام التشريق، لان صحيح. الليله بتسبق اليوم. فكل ده بقى متاح، واي في هذه الاثناء متاح وكل حاجه لحد غروب شمس اخر يوم ايام وممكن التشريق. توزيع واعطاء من لحوم الاضحيه طبعا طبعا التوضيح خلال هذه والصلة الايام. بقى نعم والتكافل الاجتماعي اللي بيحصل من هذا، سواء كان في الجزء اللي بيوزع هدايا او في الجزء اللي بيطعم فيه، فاطعموا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، نعم فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فالجزء ده والتوزيع وكذا، وهو التوزيع الاضاحي ممكن يتم بعد كده، يعني التخزين حصل والتوزيع بعد كده على زي الفكره التي يسير عليها كثير من صحيح. الجمعيات او المؤسسات التي تستثمر تخزينها على اطعام الفقير على سائر السنه من لحوم الاضاحي. فهذه الايام ايام ايضا يتاح فيها ذبح الاضحيه، وهي ايام ذكر لله تعالى. أيام وذكر. قال أيام منى أكل وشرب وذكر لله تعالى. أبرز مظاهر الذكر، أبرز مظاهر الذكر، كل الذكر ده أمر مفتوح وما نعم. فيش عبادة أكثر من الذكر، لكن أبرز مظاهر الذكر ما اعتاد عليه المسلمون من التكبير عقب الصلاة. والتكبير أيضا ينتهي بغروب آخر شمس، يعني تكبير عقب الصلوات في يعني تكبيرات العيد المستمرة خلال الأربع أيام لحد غروب آخر يوم. هو في جزء من الذكر، يعني صلاة المغرب مش من، لكن لو واحد صلى العصر قبل المغرب بشوية صغيرة كده وممكن يكبر في هذا الوقت. نعم. فأبرز ما يكون من الذكر في هذا الوقت هي قضية، هي تكبير الله سبحانه وتعالى بالتكبيرات. واحنا بننبه الى ان التكبير الذي عليه المصريون والذي فيه استحسان هنا كمان طبعا الامام الشافعي، الشافعي قال نعم. فان كبر بما يكبر عليه المصريون، اللي هو احنا بنسمعه في الان في المساجد والمكبرات الصوت، في نعم القران نعم. الكريم وغيرها من التكبير ثم الصلاه على النبي صلى على الله النبي عليه وسلم واله واصحابه وصحبه وكذا، نعم. كل ده حسن وعليه وجزء من الذكر بعد الصلوات في هذه الأيام بلا خلاف. التكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جزء من الذكر الذي ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه، علشان ده من ذكر الله سبحانه وتعالى. شوف أيام منى أكل وشرب وذكر لله. نعم. هنا عايز أروح لجزء مهم جدا، وهي العادات والسلوكيات والأخلاقيات اللي بتبقى سواء مع الحاج اللي عاش هذه المناسك والمشاعر، وأيضا غير الحاج اللي موجود هنا بين أهله، وعندما يعود الحاج أيضا بين مجتمعه وأسرته وأهله، السلوكيات التي تبقى من هذه الأيام المباركة. والله هذا أمر مهم، وفيه مجموعة رسائل وسلوكيات كثيرة. نعم. وخصوصا لما يرجع الحاج إلى وطنه، ينبغي أن يكون أكثر نفعا، مثال هنا، أكثر نفعا وأكثر احتراما لوطنه. نعم. هناك في الحاج تعلمنا، الحاج بشعائره يعلمنا قدسية مكان، قدسية بيت الله الحرام، تقديس الكعبة المشرفة، وهي تقديس هذا المكان، هذا يقال له الحرم. نعم. ويحرم فيه من النصيب فعل الكثير من الأمور. نعم. وتقديس مكان مثل عرفات، وتقديس يعني قدسية احترام المكان. نعم. احترام المكان. لو أن الحاج فقه هذا وتعلم هذا، علم أن لكل مكان احترام ولكل مكان فضل.
يعني هنا أثر مكان الحج في الحاج نفسه المكان وفي مجتمعه. مكان عبادة. نعم. لما يرجع إلى وطنه الذي ولد فيه وتربى فيه فله قدسية واحترام. صحيح. يعني أثر هذه الرحلة المباركة في الحاج، وعندما يعود أيضا إلى مجتمع بعد أداء هذه الفريضة المباركة يؤثر في الآخرين. قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. الحج أشهر معلومات. معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث الكلام الجزاء الكلامية. صحيح. ولا فسوق. صحيح. خصوصا في السلوك السلوك اللي يظهر زي الغضب والسلوك الذي ده قال إيه فمن فرض فيهن الحجة. طب وده ليه؟ علشان يتدرب لما يرجع لنا بقى بالسلام إن شاء الله يقوم يورينا هذه الملائكية إذا صح التعبير. صحيح. هذه الملائكية في التعامل مع الناس، التعامل مع الناس جزء كبير جدا، وأثر العبادة في التعامل مع خلق الله هو مؤشر ما. صحيح. والأمر القبول عند الله، لكن مؤشر ما على قبول العبادة أن الإنسان يتغير. نعم. خصوصا مع خلق الله سبحانه وتعالى. فلا رفث يبقى الطهارة اللفظية. صحيح. ولا فسوق يبقى الإنسان في سلوكه على بفعله كمان بفعله. ولا جدال في الحج، أي وممكن ينتفع به من هذه المدرسة الأخلاقية في غير ذلك. دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشكرك على التواجد معنا. بارك الله فيكم، كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، وكل سنة ومصر كلها بخير. آمين يا رب العالمين. شكر موصول أيضا لحضراتكم لطيب المتابعة. كل عام وأنتم بخير. عيد أضحى مبارك، حج مبرور، وذنب مغفور. إلى اللقاء.